عمال شركة الكهرباء الخاضعة لسيطرة الحكومة اليونانية بدأوا بإضراب عن العمل لمدة 48 ساعة، وتواجه اليونان انقطاعا محتملا للتيار الكهربائي على خلفية إجراءات التقشف بسبب إضراب الموظفين في مرفق الكهرباء الرئيسية احتجاجا على خصخصة الشركة في إطار خطط للتقشف لتفادي التعثر في سداد الديون. يقول هذا الموظف: نحن العمال من واجبنا الحفاظ على المؤسسة العامة للطاقة، في 51% تابعة للدولة وهي توفر أسعار منخفضة للشعب اليوناني. إنهم الحكومة وحزب المعارضة الأكبر في اليونان يريدون فقط إصلاح النظام واستخدام العمال في ذلك من أجل تحقيق الربح بكل بساطة. وعقب خفض الإنتاج في 9 محطات حرارية وإيقافه في 7 محطات أخرى، هناك مخاوف من انجرار اليونان إلى فوضى لا مخرج منها في حال بدء إضرابات مماثلة في المؤسسات الحكومية الأخرى.